لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. كشف فيه غالبية النجوم السوريين عن المسلسلات اللي رح يطلوا فيها برمضان 2020. الجميع متحمس لإعلان النجم السوري عابد فهد للتعرف لتفاصيل عمله الدرامي المقبل. تعاقد عابد فهد هالسنة مع شركة آي سي ميديا للمنتج الأردني إياد الخزوز لبطولة مسلسل رمضاني بيحمل اسم الساحر. العمل من كتابة سلام الكسيري ولم يتم الاتفاق بعد مع المخرج اللي رح يتولى مهامه. المشروع رح يجمع عابد فهد مع الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبة في تاني تعاون بينهم بعد مسلسل دقيقة صمت في رمضان الماضي. قصة الساحر بتتمحور حول رجل من الطبقة المتوسطة بتشيء الظروف انه يدخل لعبة الكبار على انه تلعب ستيفاني دور محوري بالحكاية وترافق تغييرات شخصية البطل. من الجدير ذكره أن ستيفاني كان من المفترض أنه تلعب دور بطولة مع الفنان السوري معتصم النهار بالمسلسل بيحمل اسم من الآخر، ولكنها انسحبت باللحظات الأخيرة من العمل اللي راح لصالح الفنانة ريتا حايك. وافق الفنان السوري معتصم النهار على الانضمام لفريق عمل مسلسل أسود فاتح ليشارك في بطولته لجانب هيفا وهبي. معتصم قرر مصالحة هيفا وما تردد في قبول الدور المعروض عليه بمسلسل أسود فاتح بعد ما اعتذر عن المشاركة بفيلمها الأخير أشباح أوروبا. وكانت آخر أعمال هيفا وهبي في دراما رمضان مسلسل لعنة كارما من عامين مع المخرج خيري بشارة، بينما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل الواد سيد الشحات خلال رمضان الماضي.